ببارك لك على 100 ديفيلي. هاني البحيري، رحلة طويلة جدا، كلمني عن إحساسك في الديفيلي المية. إحنا بنقول يا رب في كل خطوة من خطواتنا، وبنشتغل باجتهاد جدا وبحب جدا وبمصرية قوي قوي أو وطنية يعني. فإحنا العيد المئوي ده، أو يعني اللي هو تاريخ العروض مش تاريخ السنين يعني، بالنسبة لي كان يحمل الكثير قوي. حاسس إن أنا كنت يعني بقول إن إحنا عندنا صنع في مصر، وافتخر البس المصري، وشياكة الأزياء المصرية، والإيد العامل المصري اللي بيشتغل بالتقنية دي، كانت بالنسبة لي كانت يعني كانت تحدي.